بعثتنا المصرية في منافسات الدورة البارالمبية باريس 2024 كل يوم بتفرحنا وبتفرح كل المصريين باستمرارهم في حصد الميداليات بالبارالمبياد. وصلنا امبارح للميدالية رقم 6 ما شاء الله، وده بعد ما حصدنا ميداليتين. وتوجت اللاعبة صفاء حسن بالميدالية البرونزية لوزن 79 كيلو، وكمان اللاعب محمد صبحي توج بالميدالية الفضية لوزن 88 كيلو. عايزين نتعرف على نتائج البعثة المصرية، ومعانا دلوقتي طبعا من باريس عبر الهاتف الأستاذة شيماء أبو قمر ناقدة رياضية في جريدة الدستور. صباح الخير عليكي. صباح الخير يا محمد، صباح يا الخير يا منة، صباح الخير على كل المصريين. إيه الأجواء عندكم دلوقتي؟ الحقيقة البعثة المصرية طبعا أسعدت الشعب المصري كله بحظها 6 ميداليات بارالمبية في النسخة الحالية. ابتدت الفرحة بمحمد المنياوي ورحاب رضوان بذهبيتين على التوالي في يوم واحد، بعدها توالت الفرحة بفاطمة محروس وكرة الطايرة جلوس، وبالأمس محمد صبحي وصفاء حسن. عايزة ألفت الانتباه إن محمد المنياوي ورحاب رضوان، محمد المنياوي أولى بارالمبيات، يعني أول سنة يلعب معايا دورة ألعاب بارالمبية ومع ذلك حقق الميدالية الذهبية. رحاب رضوان دي تاني دورة ليها ومع ذلك حققت الميدالية الذهبية. أأكد إن رحاب رضوان قبل ما تنافس الثانية ولا الثالثة، احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي إن هي شاركت في ريو دي جانيرو وشاركت في طوكيو، حققت أول ميدالية ذهبية هذه الدورة. هي رحاب رضوان قالت إن دي أول ميدالية ذهبية ليها، لكن دي ثالث مشاركه ليها في البارالمبياد. بالضبط. طوكيو كانت فضيه والان ذهبيه، وبتتعهد باحراز الذهبيه الثالثه في دوره الالعاب لوس انجلوس 2028 ان شاء الله يا رب. الحقيقه رحاب رضوان كانت حريصه كل الحرص على اظهار صوره المراه المصريه بشكل مشرف للعالم كله بوجه عام، الصوره المصريه للمراه، ما بالك لو كانت من ذوي الهمم. دي كانت شغلها الشاغل رحاب رضوان. طيب انت كنت موجوده امبارح وشفتي صفاء حسن وهي بتبكي، قولي لنا بقى اتكلمتي معاها ازاي وقالت لك ايه؟ صفاء برضو كانت أول دورة ليها وكانت بتبكي لأن من فرحتها بحظ الميدالية البرونزية. طبعا كانت منافستها شديدة الندية. صفاء كانت الأول بتلعب على يعني داخلة وهي مصابة. عايزة أقول كمان أن تقريبا اللعيبة بتاعت اللي أحرزوا الميداليات كانوا ثلاث أرباعهم داخلين وهم بيلعبوا مع الإصابة، فاطمة محروس، رحاب رضوان، صفاء حسن. طيب هي برغم انها دي حاجه حلوه انهم ما شاء الله احرزوا ميداليات، ولكن ده يخلينا يبقى عندنا علامه استفهام لما يبقى عندنا هذا الكم من اللعيبه المصابين. عايزين نفهم ايه الاصابه وليه وايه السبب. لا الاصابه ما كانتش، يعني رحاب تحديدا كانت اصابتها منذ شهر يوليو الماضي، ولكن ابتدى الجهاز الطبي الخاص بها بعلاجها وبالفعل تم علاجها، ولكن كانت تحتاج لاجراء جراحه، والجراحه كانت هتكون طويله المدى، وبالتالي هي اصرت على خوض المنافسات. ولو كانت بحالتها الجيده 100% كانت احرزت كسرت الرقم. يعني خلينا نتفق انها كانت هتكسر الرقم ولكنها احرزت الميداليه الذهبيه. بالنسبه لفاطمه محروس اللي حققت الميداليه الفضيه، فاطمه كانت يعني هنخليها ذو طبيعه خاصه ان والدتها فارقت الحياه في شهر 3 الماضي، والبنت حقيقه كانت حريصه ان هي تكون تبذل قصارى جهدها لاحراز الميداليه منذ ترشيحها لتمثيل مصر في دوره الالعاب البارالمبيه، وبرضه تحملت على نفسها لاحراز الميداليه واهدائها لروح والدتها الله يرحمها رحمه الله عليها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في 6 ميداليات، بدانا بالذهبيتين بتوع منياوي ورحاب، هل كان ليهم تاثير على باقي الميداليات بالنسبه طبعا محمد صبحي وصفاء حسن وفاطمه محروس وكره الطايره جلوس، ولا دول كان معمول حسابهم اصلا ومصنفين وعارفين ان هم يرجعوا بميداليات؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، رحاب رضوان كانت مصنفة وعارفين ان هي هتحقق الميدالية باذن الرحمن. تمام. محمد المنياوي كنا عارفين ان هو هيحقق ميدالية، ولكن ما كناش متأكدين ان هي هتكون ذهبية.
الثنائي كانوا مرشحين لإحراز ميدالية بالفعل، ولكن الذهبية هي ديت كانت المفاجأة. فاطمة محروس كنا بنأمل في ذلك، ولكن زي ما قلت لحضرتك هم هنا الأفراد كلها أو أفراد البعثة المصرية كلها اللاعبين كلهم كان عندهم إصرار لتحقيق الميدالية. حتى لم يحالفهم الحظ بإحراز ميدالية، فهم أحرزوا مراكز متقدمة معانا في يعني من سادس سابع ثامن. خلينا نتفق ان الالعاب البارالمبيه ذو طبيعه خاصه، مشاركتهم دي انجاز، ولكن وما بال حضرتك لو حققوا ميداليه فده اعجاز. محدش اثر من لاعبي البعثه بشكل كامل، محدش اثر خالص، هو فكره التوفيق من عدمه. لو هتكلم اكتر على رفع الاثقال البارالمبي، هقول النهارده خلينا نقول ان احنا متوقعين احراز ميداليتين، لان هيلعب معايا راندا تاج، ودي من الحقيقه من الناس المتوقعين ليهم ميداليه، والكابتن ناديه فكري وعمرو فاروق. بتمنى من الشعب المصري الكل يشجعهم. كمان خلينا يعني وان حصيله الميداليات ترتفع لمصر من 6 ل 8 او 9 ان شاء الله. اكيد شيماء ابو قمر الناقده الرياضيه بجريده الدستور، شكرا لوجودك معانا وشكرا لشرحك.